استاذ عبد الرازق، واحنا بقى بلغه الصحافه بنعمل ارشيف لثوره 30 يوليو. كل سنه طبعا بيبقى فيه زياده واضافه للثوره والانجازات اللي قدمتها لنا. احنا السنه دي في جريده الجمهوريه، الارشيف اللي بنعمله او التوثيق لهذه الثوره اضفنا عليه ايه؟ والله خليني اقول لحضرتك، يعني احنا شغالين من اول يونيو مدام رانيا على عرض تجربه السبع سنوات، ودي من احدى ثمار ونتائج 30 يونيو اللي فجرها الشعب المصري وحماها قائد عظيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. فخليني اقول لحضرتك ان ثوره 30 يونيو هي كان الولاده الجديده او المخاض الجديد للدوله المصريه، هي اعاده البعث للدوله المصريه، هي فعلا ثوره فجرها الشعب وحماها قائد عظيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا بناها رئيس عظيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. اعتقد ان العناوين لن تقتصر على عنوان واحد، بل ربما نحتاج اعداد تستمر لشهور لنبين كل نتائج ومحصله الثمار اللي تجسدت من ثوره 30 يونيو على كافه الابعاد، سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او على حتى البعد الاستراتيجي للامه العربيه. يعني نقول الحمد لله ان احنا تحولنا من لا شيء نتحدث عنه ونخجل عن الحديث عنه ايام الاخوان الارهابيين الى ما لا نهايه من القدره على الكتابه. خليني اقول لحضرتك، يعني انا سوف استعين بتعبير سياده الرئيس، من شبه واشلاء الدوله الى الدوله الحقيقيه، الدوله صحيح. القويه والقادره، الى الجمهوريه الجديده اللي فيها الانسان المصري انسان مختلف، اللي فيها مستقبل مختلف، اللي فيها فرص كتيره جدا للدوله المصريه انها تتبوأ مكانه متقدمه جدا بين دول العالم. وانا مش يعني حضرتك تعلم يمكن اكتر مني التوقعات الخبراء الاقتصاديين والعالميين ان مصر هتكون في سنوات قريبه ان شاء الله هتكون من ضمن احسن اقتصادات في العالم. واعتقد ان مصر بما تشهده من مشروعات العاصمه الاداريه والمدن الجديده والدلتا الجديده وهذا الافق اللي بيتزامن تنفيذه في توقيت واحد وبيشمل وبيضم كل ربوع البلاد، وايضا ويستهدف الانسان المواطن والمواطن المصري في الكفور والنجوع والتوابع والقرى، اعتقد ان مشروع التطوير الريف هو حدث تاريخي واستثنائي. صحيح. اعتقد ان يعني انا واحد من اولاد القريه المصريه اللي كانوا يعني بيشافوا المعاناه في الريف المصري، لم يجد يعني ملعب للكوره او حمام سباحه يفرغ فيه، فكان فريسه سهله لكل الشباب في القرى، لجماعه الاخوان المجرمين اللي كانت بتتصيد وبتستغل حاله الفراغ اللي تركتها دوله ما قبل 30 يونيو واصطياد الشباب وتجنيدهم وتغريرهم. لكن خليني اقول لحضرتك معلومه مهمه جدا، ان 30 يونيو هي اللي خلت جماعه الاخوان الارهابيه في حاله انكشاف غير مسبوق. اعتقد ان المواطن المصري ترسخ ونمى وعيه بشكل كبير جدا من خلال ما شاهده من السلوك الحقيقي والعقيده الحقيقيه لجماعه الاخوان الارهابيه من خيانه وعماله. وحضرتك بتشوفي على القنوات الريموت اللي بيطلق النباح الاخواني على الشاشات والمواقع واليوتيوب فجاه يتوقف ايضا باوامر وتعليمات اجهزه مخابرات، لكن يثبت كل مواطن مصري اصبح يدرك الان خيانه وعماله وانها فكره خبيثه جدا ضد الدين وضد الوطن وضد الارض وضد الحدود وضد الانسانيه. هذه الجماعه بالفعل اعتقد في مزبله التاريخ. وخلينا اقول لحضرتك نحن نحتاج كاعلام ان نذكر دائما وننشط ذاكره المصريين، وخلينا نستغل 30 يونيو في كشف حقائق الاخوان ليس فقط من 30 يونيو ولا من 2011، ولكن التاريخ الملوث لجماعه الخيانه وجماعه العماله المسماه بالاخوان المجرمين. لكن انا في اعتقادي يعني الحمد لله ما نقدرش غير نقول ان احنا الحمد لله ونقطه كده وبنبدا احنا بنحتفل بثوره 30 يونيو. يعني كلمه اخيره كده، اولا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريده الجمهوريه.